السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نخدم لكم واحد ملاقيه صغيره كتجي على جوج الغريزات وكتجي على شكل اقواس. نتمنى تكون تعجبكم ويكون الشرح بسيط ان شاء الله ومفهوم. بسم الله كنبداو نخدموا جوج غرز. انا الخيط كيف كتعرفوا كنفتلو على جوج، ما كنفتلوش على ثلاثه، كيعجبني الخيط رقيق كنخدم به. نخدموا جوج الغريزات نرجعوا فيهم. حتى كنعمروا شويه باش نجبروا فيه نشبروا الخدمه. دابا غادي نخدم الغريزه الاولى هاديه، وغادي نجيو ونخدموا هادي كنبعدوا شويه هنا يدنا. هاد الخدمه هادي تقريبا كتجي فحال ثلاثيه، ولكن هي يعني في جوج غرزات كيجي الشكل ديالها ماشي فحال ثلاثيه، ما كيجيو قويصات. المهم بعدوا شويه يدنا هنايا ونضربوا هاد الغريزه هادي، نحاولوا نجمعوا يدنا باش ما تجينا شي واسعه في الخدمه. نخدموا الغرزه هذه نعمروها ديك واحده، يعني هما جوج خصنا يطلعوا لنا جوج. دابا ها الاولانيه، هذيك الثانيه اللي كنا ضربناها في الاول، يعني ما كنا ماجين جمعنا ديك الخيط كنضربوا في الثوب. كنخدموا عاود نرجعوا فيهم، نعمرهم جوج بيهم، نضربوا في الثوب، نرجعوا نعمروا فيهم، خدموا في الثوب. دابا ما غاديش نعمروهم، غادي نحبكو عليهم بي كيف كتعرفوا كنعملوا الخيط في اتجاه ديالنا الخدمه وكنحبكو. نعمروا هادي، الخيط عندي في اتجاه ديالي ها هو، نعمروا من هنا. نحاولوا نجيبوا ديك الحبكه على ديك العرض اللي خدمناه، كتشوفوا هيدا. عاود نخدموا هادي، نعملوا أربعة ولا خمسة الحبيكات يتغطى لنا هاد 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 الشكل. عاود نخدمو هادي ونخدمو تقريبا أربعة على ما أعتقد، جاولي أربعة الحبيكات. هنا خدمتهم بأربعة بيهم. دابا غادي نضرب في التوب ديالي عادي، ونطلع نعمر جوج ديالي، يعني أنا أصلا مش شاغل بجوج الغريزات، كنضربهم غير في ديك راس الحبكه. جوج ديالي ها هما غادي نعمرهم، وغادي نضرب في الثوب. عاود نهبط ديك جوج نعمرهم، كنعمل دابا حنايا قبيله حين كنا من ديك الخويط عملنا في اتجاه هذا التحتاني. دابا غادي نفتحو هنايا، حين غادي نهبط غادي نضرب في التوب ونعمل غريزه واحده، ونضرب نعمل ديك الخويط نخرجو من الجهه الفوقانيه باش كيبقاو يجيو فحال القويصات. نضرب غير غرزه واحده ها هي، ونعمل ديك الخويط هنايا اللي عملنا قبيله هذا نعملو في الاتجاه هذا. نبعد غير شويه واحد المسافه ماشي كبيره بزاف، نخدمو هنايا ها هي. نحاول نزير عليه شويه باش ما يجينيش الخيط مرخوف، ونعمر هنايا واحد الغرزه اللي هي غنعمرها في هذا الخيط، والغرزه الاخرى اللي كنا ضربناها من تحت غادي نعمروها.
غادي نعملو فحال قبيله. دابا انا هذا يلاه صف واحد هبطت فيه بالغريزات، غادي نرجع الصف الثاني ها هو، غادي نعمر ديك الغريزات جوج ديالي درفت الثوب، وغادي نهبط الصف الثالث يعني باش عاد كنحبكو باش تعرفوا فوقاش كتحبكو يعني كنمشيو ونجيو ونرجعو عاد كنحبكو ثلاثه المرات. دابا هذا الصف الثالث، هذا الثالث، دابا غادي نحبكو من جهه تحتانيه، قبيله حبكنا من هنا وحنا هابطين، دابا غادي نحبكو من هاد الاتجاه يعني عاود الخيط في اتجاه الخدمه ديالي هكذا، وغادي نحبك هادو نحاول نعمر ديك الغريزات مزيان من هنا باش ما يجيو لي شي خاوين، يبقى يبان لي الحرير بزاف ويبانوا لي الغرزات بزاف لان هي خصها تجي محبوكه. نتي عمرتها، نضرب دابا في الثوب عادي، نرجع نعمر ديك جوج، هما جوج ديالي ضرب في الثوب. دابا ملي كنكونو غادي نعملو هاديك الخويط كنمشيو غير جوج مرات، ها هنا هبطنا واحد المرة درجعو الثانية مرة الصف الثاني يعني براندا، والصف الثالث غنضربو فيه غير واحد الغرزة ونعملو ديك الخيط. ها حنا الصف الثالث يعني هابطين، دابا دابا عاود غادي نعملو الغرزة في هاد الاتجاه هذا، يعني هذا ماشي الغرزة باش كنقول لكم الخيط، يعني غنعملو في هاد الاتجاه هذا باش يجيوني القفص بحال هذا اللولي. غادي نعملو غير شوية يعني ضربنا غير غرزة نعملو ديك ديك الخيطة ديالنا، نحاول نزير عليه شويه باش ما تجينيش مرخوفه بزاف، ونعمل فيه غريزه واحده ونخدم هذه اللي ضربناها الاولى اللي كنكونوا هابطين باش نعمل ديك الخيط. المهم ما يبقاو لنا غير جوج دائما. دابا نعمر ديك جوج ديالي، نضرب في الثوب كما قلنا ثلاثه المرات كنمشي ونجي، هبطنا الاولانيه هي اللي عمرنا فيها ديك الخيط رجعنا، يعني هبطنا عمرنا الخيط رجعنا، دابا غادي نرجعو مره ثالثه. ها واحد ها جوج في جوج الغريزات ديالي طبعا. المهم كيف قلت لكم صافي نرجع في هادو. دابا فهاد الهبطه يعني مشيت ثلاثه المرات هبطت ومشيت وجيت المره الثالثه، يعني غادي نحبك فيها. صافي نرجع دابا نعمل ديك جوج الغريزات ديالي، هاي كتبدا تبان دابا تتبان شكل هاد الملاقية، منضرب جوج ديالي هنايا. دابا غنمشي ونجي ونعمل ديك الخيط، هالمرة الأولانية اللي غنمشي فيها جوج الغرزات تنضرب في الثوب، غادي نرجع في هذه المرة الثانية. يعني ملي كنكونو كنعملو الخويطات غير جوج مرات، ملي نكون غادي نعملو ديك الخيط اللي غنحبكو فيه كنعملو غير جوج مرات جوج هبطات، ها هي الهبطة الثانية، والثالثة كنضربو فيها غير خيط واحد غير غرزة واحدة، ها هي
هذه التالتة نضربوا فيها غرزة واحدة غادي غيجيني الخيط يعني الفوق، لان دابا هذا كان عندي هنايا لتحت غادي يجيني الفوق، باش كتجيني ديك القوس تجي فوقانيه دابا. زير عليه شويه من بعد ما خدمت واحد المسافه باش يبان لكم الموديل هكا باش كيطلع. نتوما حاولوا غير ما هاد ديك الخيط اللي كان عملوه صغير المسافه، خليوها صغيره باش كتجيكم هاد الكويسات كيجيو صغيرين كيجيو المنظر ديالهم مزيون. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.